بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هنحل كتاب جيم الاضواء للصف السادس الابتدائي، كونكت 6، طبعا الصف السادس الترم الاول النسخه الجديده 2025. الكتاب بيعرض لينا طبعا دروس الكتاب، الدرس الاول اللي هو وي وورك ان ذا كوميونيتي جاردن، نحن نعمل في حديقه المجتمع، وبيجيب كلمات او ابرز الكلمات الجديده في الدرس زي natural fertilizers السماد الطبيعي، apartment block عماره سكنيه، roof سطح اللي هو سطح المنزل من فوق، plant تنفع نبات وتنفع يزرع، chemicals المواد الكيميائيه الضاره اللي احنا بنرشها على النبات وبتاثر فيه، harvest يحصد اللي هو يجمع المحصول. جايب بقى الكلمات المشتقات حي الجيران وبعض الفواكه والخضروات الفلفل والليمون والبلح والبصل، وجايب كلمة سوق وبلكونة، وبيفكرني برضو ببعض كلمات سنة خمسة. جايب أفعال عادية وأفعال شاذة، الأفعال العادية بنجيب الماضي منها بإيدي والأفعال الشاذة بنحفظها زي ما هي، وطبعا احنا بنقرأ الجمل الهامة اللي هي تلخيص للدرس يعني يعتبر. بيقول لي مريم always helps her aunt، مريم دايما بتساعد خالتها، on Friday في يوم الجمعة، عرفني ان كلمة الايام بتاخد ان قبلها، at the community garden في الحديقة اللي هي فوق السطح عندهم، حديقة المجتمع دي big green space مساحة خضرة كبيرة على سطح العمارة اللي هم ساكنين فيها، الناس اللي هم بيشتغلوا هناك volunteers يعني متطوعين، ما بياخدوش فلوس، بيعملوا مجانا يعني كله بيروح يساعد، بيبول جرون ناس هناك بتزرع فيجيتابلز خضروات عشان ياكلوها، احيانا اللي بيفيد منهم سيل بيبيعوه في الماركت في السوق. زي اول يوز بيستخدموا بقى النيتشر فلترايزرز السماد الطبيعي، علشان كده الطعام بتاعهم فريش طازج واورجانيك عضوي، يعني مش ملوث بالمواد الكيميائيه، عضوي حاجه طازجه كده واصليه. يعني نركز في اول جزئيه حل، طبعا جايب تمرين كده على الجزئيه اللي قريناها، فبيقول لي when plants grow لما النباتات بتنمو، بيتكلم الاول على نمو النباتات، لما النباتات بتنمو بيكم جرين وتصبح كمان خضراء، احنا بنعمل لهم ايه؟ بننظفهم ولا بننتجهم ولا بنحصدهم ولا بنزرعهم؟ طبعا harvest يعني يحصد هي المطلوبه، على اساس ان هي خلاص طالما نمت وكبرت كده يبقى محتاجة مننا ان احنا نعمل لها ايه؟ نعمل لها الهارفست. الهارفست يعني نحصدهم، ان احنا نحصدهم مباشرة، فهتكون الاجابة بقى كلمة ايه؟ كلمة هارفست اللي هي يحصد. طيب بوتيتوس البطاطس ولا ليتس الخس، الخس ده نبات اخضر بيتحط على السلطة، ولا ديت البلح، ولا ليمون الليمون، حاجة جرين خضرة يعني، وفي نفس الوقت فيها lot of leaves اوراق شجر كتير. طبعا الليمون ممكن يكون اخضر واصفر، عشان كده ما اقدرش اخده ان هو اخضر، بلح اخضر ما بيتكلش ما ينفعش، البطاطس مش خضرة، يبقى هو قصده فعلا على النبات ده اللي هو فيه اوراق شجر كتيرة اللي قلنا اسمه ايه؟ اسمه الخس، نبات الخس اللي هو بيتعمل على السلطة، تقدروا تعملوا عليه سيرش وايه وتشوفوا شكله يعني. طيب we live in a live يعيش، نحن نعيش في كذا، of 11 floors 11 floors يعني مكونة من 11 طابق، 11 دور، الحاجة دي 11 دور، في شقة 11 دور؟ طبعا لا، يبقى اكيد بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على عمارة. طب روف يعني سطح، حديقة، apartment block بلوك هي عمارة، يبقى اذا هو قصده على كده 11 طابق، يبقى بيتكلم على العمارة. ونيفر يوز يستخدم، ونيفر دي يعني ابدا، اسلوب نفي، فبيقول عمرنا ما بنستخدم الكيميكالز اللي هي المواد الكيميائية، ولا الفيرتلايزرز الاسمدة، ولا بلانتس النباتات، ولا ووتر المية، تو جرو اور فود عشان نزرع الطعام، الطعام بتاعنا اورجانيك، اورجانيك بقى دي اللي هي عضوي، واحنا لسه بنتكلم على كلمة عضو دي
قلنا إن يقصد بيها إن الحاجة دي مش متضاف لها مواد كيميائية، اللي هي كلمة عضو دي، يبقى إذا هو قصده على كلمة إيه؟ على كيميكالز، ما بيستخدمش الكيميكالز اللي هي المواد الإيه؟ المواد الكيميائية. الكوميونيتي كذا، هي اسمها كوميونيتي جاردن، عنوان الدرس اسمه كده، منطقة على السطح اسمها كده كوميونيتي جاردن، على بعضيها كده كوميونيتي جاردن، حديقة المجتمع. You will find، will دي يعني سوف وتعبر عن المستقبل. You will find، انت هتلاقي a lot of shops، محلات كتيرة. فين بقى؟ في السطح ولا في العمارة ولا في النيبرهود ولا في الحديقة؟ طبعا كلمة نيبرهود دي يعني جيرة أو حي الجوار أو منطقة سكنية، فطبعا في بيكون فيها مباني كتيرة ومحلات كتيرة، فهو قصده عليها على دي. بعد ما خلصنا الجزء ده بتاع تشيك، طبعا بيجيب نص الاستماع وبيشرح الدرس هو، وجايب ايه سؤال استماع كالعادة اللي كان علينا في رابعة وخمسة. استمع بقى، بيقول لي علا بتساعد باباها في شغل البيت ولا في شغل الواجب ولا في الكابينت في الجاردن في الحديقة ولا في المدرسة، فطبعا على حسب الاستماع بنحله. هنحل احنا السؤال التاني على طول، اللي هو سؤال الاختيارات الموجود في نفس الصفحة، صفحة 34. تعالوا نشوف. أول جملة بيقول لي my friends، أصدقائي، and I، أصحابي وأنا، are نقط at the community garden، we work for no money. كلمة جميلة جدا، no money دي يعني مجانا، يعني من غير فلوس. طبعا no يعني لأ، و money فلوس، يبقى دول شغالين بدون فلوس، ما بياخدوش فلوس يعني. طالما من غير فلوس يبقى الناس دي شغالة ايه؟ قولوا كده. طيب جميل، شغالة متطوعين. كلمة volunteers اللي احنا قلنا عليها متطوع، يعني بيشتغل من غير ايه؟ من غير فلوس. to get organic food، organic لسه شارحينها، قلنا ان هي عضوي، العضوي ده ماله؟ ما بياخدش مواد كيميائية، يبقى على طول we use، بنستخدم natural، بيستخدم natural fertilizers، بيستخدم أسمدة طبيعية، ما بيستخدمش المواد الكيميائية، يبقى إذا عضوي، لا يستخدم الكيميكالز ولكنه يستخدم الفيرتلايزرز. يبقى خلي بالي من الاثبات والنفي، لو في اثبات اخد الاسمده الفيرتلايزرز، ولو في نفي يبقى ما بستخدمش المواد الكيميائيه. I help my aunt، بساعد عمته او خالته، at the community garden on the، بيساعدها فين في الكوميونتي جاردن؟ on، على مكان عالي بقى، يبقى على الروف اللي هو السطح، وخدناها طبعا في خمسه. Do you like eating؟ انت بتحب تاكل جيمز العاب؟ تحب تاكل فيجيتابلز خضروات؟ تحب تاكل هوا؟ تحب تاكل قرية؟ أكيد طالما حاجة تتاكل يبقى فيجيتابلز اللي هي الإيه؟ الخضروات. طيب نكمل. خمسة نقط فود، الطعام ده جود، كويس للصحة، الطعام ده جميل للصحة، يبقى الطعام الغير صحي ولا الطعام المحلي ولا الكيميائي ولا الأورجانيك اللي إحنا بنقول عليها الأورجانيك اللي هي العضوي، العضوي. السؤال اللي بعد كده في صفحة 34 برضو، اللي احنا هنكمل منه النص باستخدام الكلمات اللي هو جايبها لي في المربع وبالحوار. I'm Hannah، البنت بتقول أنا هانا. I'm in grade 6، أنا في سنة ستة يا جماعة. I am a كذا at school project، school project يعني مشروع المدرسة. طب أنا بحصد في مشروع المدرسة؟ ولا انا عضوي في مشروع المدرسه؟ ولا انا ميه في مشروع المدرسه؟ ولا انا هوا في مشروع المدرسه؟ ولا انا متطوع في مشروع المدرسه؟ التركيز بقى هنا ان انا اترجم الكلمات اللي هو مديها لي تساعدني دي، اللي انا هختار منها علشان هي دي اللي ايه بتحل المشكله. اكيد البنت عايزه تقول ان هي فالنتير، متطوعه في مشروع المدرسه عشان تساعد في الجاردن بتاعه المدرسه. وي جرو، بنزرع نقط فيجيتابلز، بنزرع خضروات، يبقى بنزرع خضروات اكيد اورجانيك، يبقى هناخد دي اتنين، خضروات عضويه. اند فروتس، وفواكه، ونقط 20 كيلوز اوف فيجيتابلز، عايزه تقول بنحصد بقى 20 كيلو من البطاطس، يبقى اكيد هتاخد هاربست، دي هتكون رقم ثلاثه، بتحصد الخضروات والفواكه. بعدين بتقول also الروف جاردن، الحديقة دي
هيلب كليم بتساعد الهواء ولا المية؟ قال لي في المدينة، وده كويس للصحة، يبقى بتساعد الهواء لأنها بتدي نتاج صحي، الهواء ده بيبقى صحي للبني آدمين اللي عايشين في المكان، فعشان كده هناخد ايه، بتساعد الهواء او بتنظف الهواء. الصفحة اللي بعدها سؤال القطعة، بيقول صفحة 35، طبعا القطع احنا بنقرا الاسئله او بنقرا القطع الاول على حسب انت ما بترتاح، وبعدين بتحاول تجاوب. بيقول لي اول سؤال الفكره الرئيسيه للقطعه، ودي بنجيبها من السطر الاول او السطر الثاني، يعني بنشوف القطعه بتتكلم على ايه. السؤال الثاني جايب كلمه ويقول لي معناها ايه. كلمه مينز دي معناها تعني كلمه جرو، اصلا انتوا عارفينها بمعنى يزرع، عدت علينا في رابعه وخمسه، فهو بيقول لي عاوز معناها، يعني عاوز حاجه شبهها، عاوز يزرع برضه. ونيد محتاجين بقى ايه بقى في المدينة، وبيسألني سؤالين كمان. طيب نشوف بقى، نور بتسأل مريم او بتطلب من مريم ان هي تروح معاها بيتها بكرة، بس مريم هتروح تساعد عمتها في الكوميونيتي جاردن. في الكوميونيتي جاردن يعني في الحديقة بتاعة المجتمع او الحديقة المجتمعية، يبقى اذا القطعة بتتكلم عن الحديقة المجتمعية لان هيتناولها كلها زي ما الدرس اتناولها. يبقى هتكون الاجابة بتاعتنا اكيد رقم واحد، هناخد كوميونيتي جاردن اهو. طيب نيجي بقى في رقم اتنين، كلمة جرو يزرع، طبعا تساوي بلانت يزرع، ولازم نكون حافظين كلمات عشان نعرف ان الاتنين يساووا بعض، جرو يزرع وبلانت يزرع. وي نيد احنا محتاجين ندور على بقى محتاجين ايه. نيد دي بقى لو بصينا على نيد دي هنلاقيها موجودة في القطعة اهو في اخر سطر. وي نيد اهي، هي دي، هي دي، مين دي، هي هي. ايه اللي بعدها بقى؟ مور. مور يعني اكتر، محتاجين اكتر، مور دي، تمام. فطبعا هنختار هنا مور، اهي موجودة زي ما هي، مور، محتاجين حدائق اكتر يعني. طيب هنا السؤال الرابع بيقول لي وير از ذا كوميونيتي جاردن. طبعا لازم اركز على حفظ ادوات الاستفهام. وير يعني أين؟ هي الحديقة المجتمعية دي فين؟ طبعا الإجابة إن هو بيقول لي المكان، فقال لي on the roof، على السطح بتاع العمارة بتاعتهم، on the roof of here and this apartment block، لحد النقطة كده. يبقى دي إجابة رقم ثلاثة، دي إجابة رقم ثلاثة، موجودة في سطح العمارة بتاعتهم. السؤال الأخير أو الرابع بيقول لي why is the community garden good idea؟ بنركز على كلمة good idea اللي هي فكرة جيدة، فكرة جيدة. طيب فكرة جيدة دي هندور عليها برضو في القطعة. أدي السؤال، ليه بقى هي good idea، فكرة جيدة؟ لو بصينا في القطعة هنا هنلاقي كلمة good idea، فكرة جيدة، أهي أهي. فطبعا هو بيقول لي هي فكرة جيدة because، because دي يعني لأن، دايما بجاوب على السؤال بتاعها بلماذا، اللي هو why، لماذا دي، ليه هي فكرة جيدة؟ قال لي لأن النباتات دي help بتساعد إن هي clean the air in the city، بتنظف الهواء فين؟ في المدينة. يبقى من أول because كده دي هتبقى نمبر 4 او نمبر 5 سوري، تبقى اجابه رقم كام؟ رقم 5، عشان اللي احنا قلنا عليها 3 دي هتبقى 4 سوري، علشان اللي هم سؤالين 4 و5 اللي هم اكمل، يعني عشان 1 و2 و3 اختيارات و4 و5 اكمل، ف4 و5 دول اجابتهم، طلعناهم من القطعه نفسها. السؤال الاخير في الصفحه 5 و6 يعني بيقول لي رتب الكلمات. طبعا بنرتب على حسب تنسيق الكلمات. أول حاجة وي اللي هي نحن الفاعل، بيجي بعدها فعل مباشرة، يعني دي هتكون نمبر 1، يبقى ناخد الفعل يزرع، وي بلانت، نحن نزرع. طيب أجيب المفعول بقى اللي هي الحاجة اللي بتتزرع، الخضروات، وي بلانت فيجيتابلز، إحنا بنزرع الخضروات. وأقول له بقى إيه؟ أول ذا تايم، يعني طول الوقت، ده تعبير على بعضيه، فدي هتبقى 4، وذا هتبقى 5، زي هتبقى نمبر 5، 5، وتايم هتبقى 6، طول الوقت. الجملة التانية طويلة شوية بس عادي، كده كده بنبدأ بويدي اللي هي 1، وندور على الفعل بقى هاف،
we have احنا عندنا او نملك. we have a community garden in our neighborhood. طبعا عندنا community garden على بعضيها. community دي هتبقى ثلاثة وجاردن هتبقى أربعة. عندنا community garden in اللي هي في بقى. عندنا community garden in في خمسة. our يعني حاجتنا بتاعتنا هتبقى ستة. neighborhood اللي هو الحي السكني بتاعنا هيكون ده رقم سبعة. تكوين السؤال بقى بنبدأ بأداة الاستفهام بتبقى رقم واحد، وبنجيب بعدها الفعل المساعد اللي هو do أو does أو أي فعل مساعد وضو، وبعدين رقم ثلاثة لازم يكون الفاعل اللي هو الشخص what do you، بعدين المصدر بقى. ده الطبيعي، لكن هو هنا بقى عمل ايه؟ هو عمل لعبة تاني. ايه اللعبة اللي هو عملها؟ طبعا جايب كلمة سينجز دي، فهنضطر ان احنا نخلي له سينجز دي اتنين. سينجز لما جابها في الاخر كده عاوز يقول لي سينجز دي هتبقى اتنين عشان اقول لك ما الاشياء، وبعدين ابدا ادور على الفعل المساعد بقى what things do. يبقى احنا رتبناها الاول بالترتيب الطبيعي، لكن جيت في الاخر ولقيت كلمة سينجز دي مش هلاقي لها مكان، يبقى هي عايزها بعد وات مباشرة، والفاعل طبعا اللي هو تلاتة بقى اربعة عشان الكلمة دي اخرته، وفي النهاية هيكون المصدر عادي اللي هو رقم اربعة بس بقي خمسة عشان الكلمة اللي زادت دي. وات سينجز ايه الحاجات اللي احنا بنزرعها؟ طبعا علامات التركيم، انت بتخلي الحرف الاول كابيتال ام زي كده، وتيجي في الاخر وتحط مثلا دوت اللي هي النقطة. برضو هنا هنعمل دو، هنخليها كابيتال برضو، بس المرة دي بقى طالما بدأنا بدو يبقى ده سؤال، فهنيجي نحط علامة استفهام. كده خلصنا الدرس الاول. ما تنسوش اللايك يا جماعة واشتراك لو انتوا جداد معانا، وهنحل لكم كل الكتب ان شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.